ونقلا عن سكاي نيوز عربية، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أن الاتفاقيات التي وقعت بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في المجالات المختلفة ترسي أسسا قوية للعلاقات بين البلدين. الزيارة التي قمتم بها إلى البحرين كانت دليلا على العلاقات الثنائية وكذلك الإقليمية التي سارت بيننا. هذه كانت دائما رؤية جلالة الملك ملك البحرين. وبالنسبة لرؤيته في أن يكون هناك رؤية تتبنى من أجل المواطنين ومن أجل مصلحة المنطقة، اليوم عندما ننظر إلى الوراء ونرى ما تحقق خلال 17 شهرا الماضية، نحن أنشأنا سفارات وتبادلنا السفراء وكذلك وقعنا 38 اتفاقية في قطاعات اجتماعية وثقافية واقتصادية، وأطلقنا رحلات جوية مباشرة، وكذلك في 30 من سبتمبر قمنا بتطوير علاقاتنا لتشمل مجالات أخرى. هذه العلاقات ترسي أسسا قوية للعلاقات بين بلدينا وتطلعاتنا عالية، ونحن نعمل مع إسرائيل لتطوير شراكة استراتيجية عشرية تدوم 10 سنوات وتحدد أهم قطاعات الاهتمام المشترك بين الدولتين، وهذا سيشرك الخبراء والمسؤولين والمعنيين من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبي البلدين.